تابعنا معا هذا التقرير عن مادبا عاصمة السياحة العربية. رح ننتقل لاستضافتنا الأولى نتحدث فيها عن صناعة السياحة، أيضا أشكال السياحة في محافظة وفي مدينة مادبا. موضوع حوارنا لليوم رح يطول مع ويسعدنا أن يشرفنا أكيد في هذا الموقع، رح يكون معنا الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين. أهلا وسهلا. بخير فيك جميعا. دكتور عماد حجازين، برحب بحضرتك طبعا، وهذا المكان الجميل، التاريخ والحضارة والتراث. كلمنا عن مادبا كعاصمة للسياحة العربية. أولا أهلا وسهلا فيك وفي مادبا، فرصة هي جميلة ومبادرة عظيمة، فرصة جميلة نجتمع جميعا هنا، ولكن المبادرة من طرف التلفزيونات في الأربع دول إن شاء الله نبني ونكبر معا، نسوق معا السياحة البينية بين الدول العربية. فيما يخص مادبا كعاصمة للسياحة العربية، هي مبادرة منطلقة من منظمة السياحة العربية، وهناك معايير للتقدم لهذه، التسع معايير: بنية تحتية، تنوع المنتج السياحي، الأمن السياحي، المجتمع المحلي، الأمن والسلامة إلى آخره. ويتم التقدم، تقدمنا في العام الماضي للجامعة، والحمد لله كان هناك أكثر من معيار تحقق فيما يخص مادبا، وفازت مادبا بهذا اللقب اللي بيشرفها أيضا، لكي تكون ليس عاصمة فقط للسياحة العربية، ولكن مادبا هي مدينة غنية بالتراث والثقافة بكل مقومات السياحة، بالطبيعة إلى آخره.